لحسن الحظ زلاتكو عنده عربية، مش حابة ان أليس تمشي في البرد ده. شفتها مرة في الجراج، يمكن زلاتكو استخدمها قبل كده. الناس اللي احنا هنقابلهم انت تعرفهم ازاي؟ الاندرويد اللي زلاتكو قبض عليهم قالوا ان في بشر بيساعدوا الاندرويدز ان هما يعدوا الحدود. طب ولو كدبة او فخ تاني؟ اللي عرفوا ان الاندرويدز كانوا مصدقين لحد ما دمرهم زلاتكو. ما شفتش تلج قبل كده، شكله حلو. ده بيبطئنا، على الأقل مش هنصادف بشر على طول الطريق. تم تحديد العطلة، فرامل الطوارئ اشتغلت. الوضع مش كويس. خليكي جوه يا أليس. طيب هنعمل ايه؟ مش عارف، هنكمل على رجلينا. درجة الحرارة سالب واحد، أليس هتتعب. محتاجين مكان نبات فيه. مفيش مكان نستنى فيه هنا يا كارا. لازم نلاقي مكان نحتمي فيه، لازم نبعد عن البرد. المكان شكله مهجور من فترة. أصل الخطر بيجي لما انت تستبعدي. أهلا في جزيرة القراصنة يا صديقي.
هتستمتع بوقت جميل. اهلا في جزيرة القراصنة يا صديقي، هتستمتع بوقت جميل. لقيتي حاجة؟ لا، مفيش مكان نبات فيه. المكان ده بينهار، للأسف مش هنعرف نلاقي مأوى. أنا هتصرف. يلا بينا. هولع النار هنا وكده محدش هيعرف مكانها. معايا شوية بسكويت، تحبي تاكلي؟ لا انا مش جعانة. أليس؟
تفتكري هنكون زيهم في يوم من الأيام؟ أول ما نعدي الحدود ممكن نبتدي من جديد. ممكن تروحي المدرسة وأنا ممكن ألاقي شغل. هنبقى زيهم، زي بقية الناس. إننا نفضل سوا هو ده اللي يهمني. يلا جه وقت النوم. لازم تنامي شوية. تقدري تحكي لي قصة يا كارا؟ ذاكرتي فيها 9000 قصة للأطفال. هحكي لك واحدة منهم. دي حكاية عن أميرة جميلة واللي كانت... لأ، مش قصة زي دي. اخترعي واحدة عشاني. دي تبقى قصة عن بنت صغيرة. واللي كانت تعبانة من إحساس الخوف. كانت بتحلم إنها هتبقى زي بقية البنات، لكن هي كانت مختلفة. وده اللي خلاها حزينة. وفجأة البنت قابلت روبوت، واللي كانت متبرمجة عشان تطيع الأوامر. بس هي حست لمرة إنها لازم تعصي الأوامر. علشان كده هما قرروا إنهم يهربوا سوا، علشان يدوروا على حياة أحسن. وفي طريقهم قابلوا أخطار كبيرة طول الطريق، لكن هم ارتبطوا ببعض. عشان كده عدوا كل المشاكل. وخلال الرحلة هم قابلوا روبوت تاني، ساب اللي اشتراه عشان يبقى الحارس بتاعهم. القصة بتخلص ازاي؟ احنا اللي هنكتب نهاية قصتنا يا أليس. في وقت النوم، احنا عندنا بكره يوم طويل جدا. لوثر، هتيجي وتقول تصبحي على خير؟ ايوه طبعا. دي بنت لطيفة. أيوة، دي شجاعة جدا. لسه التلج بينزل؟ هنمشي كتير بكرة. لازم نمشي بدري عشان مفيش حد يشوفنا. انت عارف هتعمل ايه لما توصل كندا؟ ما فكرتش في الموضوع. أنا عمري ما كنت حر. حر. كلمة حلوة قوي. بس أنا ما أعرفش يعني إيه معناها. كارا،
ما لاحظتيش حاجة مختلفة في أليس؟ لا، تقصد إيه؟ زيكم بالظبط. اسمنا جاري، كنا بنشتغل هنا قبل الحديقة ما تقفل. ما قصدناش نخوفكم، بس احيانا البشر بيجوا يأذونا، فكنا عايزين نشوف مين هناك. بتعملوا ايه هنا؟ كنا بندور على مكان نبات فيه وهنمشي بكرة. بنت صغيرة، ما شفناش حد هنا من فترة طويلة. الاطفال كانوا بيحبوا يجوا يشوفونا. شكلها حزينة. اليومين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا. عندنا حاجة عايزين نعرضها عليها، حاجة مضحكة هتحبها. هي عايزة تشوفها؟ ما اعتقدش انها. يبقى لازم تمشي ورانا. أليس، ما اعتقدش ان دي فكرة كويسة. يا كارا، ما ظنش عندك اختيار. اتفضلي. الطفلة الصغيرة تقدر تتشعبط وتطلع. الدوارة قربت تبدأ. دي أول مرة أشوفها وهي بتبتسم. ما كانتش بتضحك كتير في الأواخر.